ازيك ست قطر الندى، ست كوثر، بارك الله فيكم. إن شاء الله دقيقتين بالظبط وهنبدأ إن شاء الله. يعني تمام، بارك الله فيك. الناس اللي حضرت النهارده ثلاثه اربعه اللي معايا دولت، الناس ديت لا عندي درجه او درجه ونص زياده على المجموعه، على المية، على السعي بتاعهم ان شاء الله درجه او درجه ونص زياده. جوجل بلغهم كده يا شباب، بلغوا الجروب كده بعد المحاضره، قول لهم الدكتور احمد قال لنا كذا، لنا درجه ونص او درجتين كمان، مش درجه او درجه ونص، درجه ونص او اثنين. طيب هنبدا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين على أهله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اتكلمنا في آخر محاضرة يا شباب يوم ال كنتوا معايا يوم السبت، اتكلمنا على الألفا أسيديك هيدروجين وكليزن كوندنسيشن، ومشكلة كمان الطلبة يعني الجزء بتاع الكربونيل كومباوند ده الأخير ده، وده آخر محاضرة معانا السنة دي في الكورس. الأجزاء ديت من المهمة جدا 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 في الامتحانات. يعني أغلبية الامتحانات وبلغهم كده، أغلبية الامتحان هيجي في الأمينز والفينولز والكربونيل كومباوند، خصوصا الكربونيل كومباوند يليه الأمينز يليه الفينول، نظرا للأهمية في الترتيب كده يعني. هنقول وبالله التوفيق، اتكلمنا الأسبوع اللي فات على كليزن استر كوندنسيشن. اتكلمنا عموما على الألفا أسيديك هيدروجين، ألفا أسيديك هيدروجين، الألفا أسيديك هيدروجين اللي هي الكربون، نراجع مع بعض، الكربون اللي هي بعد الكربونيل جروب مباشرة، سواء كانت في كربونيل كومباوند زي الالدهيد او الكيتون او استر زي الاستر اللي موجود قدامي ده. ماشي يا شباب، زي الاستر اللي موجود قدامي ده، ده استر، ده بقول عليه اسمه ايسايل اسيتيت، ده كده بقول مجموعة الالكيل الاول ديت او قلت استر، ده بيكون جاي من تفاعل جنرال، يعني في الاساس ممكن يجي من حاجات تانية بس جاي من تفاعل الكول مع اسيد، كربوكسيليك اسيد مع الكول، ده كده كان جاي من مين؟ جاي من الاسيتيك اسيد اللي هو سي اتش 3 سي او اتش. السي 2 اتش 5 ديت جايه من مين؟ جايه من الالكول او اتش، كان ايثانول. الاستريفيكيشن رياكشن، تفاعل القسطره، ده بيكون عباره عن ايه؟ ان انا بنزع ميه، يعني ده الاسيد عندي اهوت سي اتش 3 سي او او اتش، الالكول سي 2 اتش 5 او اتش، يبقى ايه اللي انا نزعته من المركبين دول مع بعض؟ عمليه الاستريفيكيشن، كاني بنزع ميه اهو، ما هو اللي ناقص اللي هو الميه اللي انا ضفتها. ولو الاستر ده عملت له هيدروليسز، يعني ضفت عليه ميه، يرجع لي تاني الاسيتيك اسيد ويديني ايثانول، لو عملت للاستر هيدروليسز. يبقى لو عملت للاستر هيدروليسز يديني كربوكسيليك اسيد ويديني الكول. اللي هو جاي منهم ليه؟ لان انا هضيف على الالكول او اتش وهضيف على الكربوكسيليك اسيد اتش، يبقى رجع تاني كل واحد رجع كما كان. ماشي يا شباب. طيب فانا بقول عندي الالفا اسيديك هيدروجين دي موجوده في كربونيل كومباوند سواء الدهيد او كيتون، او موجوده في الاستر زي الاستر اللي موجود معايا، والفانكشن جروب بتاعت الاستر زي ما انتم شايفين كده اللي هي السي او او اللي قدامي ديت، دي كده بقول عليها مجموعه الاستر.
مجموعة الإستر زي الكيتون بالظبط، يمين كربون وشمال كربون، ولكن في عندي زيادة إيه؟ في عندي أكسجين جنب الكربونايل جروب، سواء يمين أو شمال بنام الكربونايل جروب اللي عند السيدة بالبندق ماسك فيها أكسجين، يبقى المجموعة ده اسمها مجموعة إستر. اسمها مجموعة إيه يا شباب؟ إستر. يبقى أنا عندي لما أقول عندي الألفا كربون، هل الالفا كربون ينفع الاكسجين سي 2 اتش 5 اقول دي الفا كربون؟ لا، انا قلت الكربون اللي متصله مباشره بالسي دبل بوند او اللي هي الميثايل جروب اللي موجوده عندي دي. فديت قلت لها اسيد الكاركتر، اطلع الهيدروجين از بروتون، ماشي يا شباب، في وجود الفيري سترونج بيز. ادي الفيري سترونج بيز عندي، الكلام ده انا شرحه يوم السبت اللي فات، ماشي، ده اللي هو الالكوكسايد، صوديوم الكوكسايد، بوتاسيوم الكوكسايد. فاللي انا عندي على سبيل المثال ده الايسوكسايد، ماشي، فده هياخد عندي اداء الهيدروجين ده هيخرج از بروتون لانه له اسيد الكاركتر، نتيجه ان السي دبل بوند لها ماينس ميزوميريك افكت بتسحب الالكترونات، فهيخرج اتش من هنا از بروتون. هيديني مين يا شباب؟ يديني الكونجوجيت بيز ديت، وقلت لازم يحصل لها ستابلايزيشن بالريزونانس. ادي عندي الاتش خرجت از بروتون، يبقى الكربون ده خد الرابطه اللي بينه موجوده وبين الاتش اللي ماسك فيه ده، اتحولت الى سي اتش 2 لان الاتش هنا خرج از بروتون، الاسوكسيد خده وتحول الى ايثانول، ماشي. يبقى انا عندنا سي اتش 2 والرابطه اللي بين الكربون والهيدروجين اللي خرج از بروتون بقت موجوده على الكربون. ادي عندي سي اتش 2 وعليها شحنه سالبه. الشحنه السالبه دي قلت لكم يا شباب في اي حاجه اسيدك او الكونجوجيت بيز لازم يحصل فيه ستابلايزيشن بالريزونانس، لان الريزونانس هيدي للكونجوجيت بيز ديت استابيليتي. استابيليتي بمعنى ايه؟ بمعنى ان الهيدروجين اللي خرج از بروتون مش هيرجع لها تاني بسهوله. لو رجع لها تاني بسهوله على طول يبقى المركب ده ملوش اسيدك كاركتر. انا قلت زي ما قلت قبل كده، انا بقيس الاسيد الكاركتر بايه؟ بقيس الاسيد الكاركتر بمدى خروج الهيدروجين از بروتون، ويفضل كونجوجيت بيز ستيبل على هذا الاساس والاتش بروتون بعيد عنها على هذا الاساس. انما لو الاثنين هيجوا لبعض ثاني على طول مباشره يبقى ما عملناش حاجه. طيب يبقى الداني ده هيحصل له هنا اوفرلابنج، ماشي، وبعد كده الباي بوند تطلع على الاو زي ما قلت في المحاضرتين اللي فاتوا في الجزئيه ديت. يبقى اديني مين؟ هيديني اللي هو الاينوليت. قلت سي دبل بوند سي يعني ايه؟ الكين، واو عليها نيجاتيف تشارج بقول عليها اوليت، اهو سي او ونيجاتيف تشارج، يبقى ده اسمه اينوليت. الكلام ده كله انا شرحه من اول محاضره في الالفا اسيديك هيدروجين. كون تاني ده يعتبر نيكلوفايل، الكلام ده انا شرحه السبت يا شباب بالتفصيل، بس عشان بس الناس لو ما ذاكرتش يبقى الناس ايه تبقى دماغها معايا. يبقى ده النيكلوفايل. النيكلوفايل عايز يتفاعل مع مين؟ مع الكتروفايل. الالكتروفايل ده اللي هو مين؟ عندي جزء تاني من الايسايل اسيتيت، زي ما قلت الدول اثنين الدهايد او اثنين كيتون، ممكن واحد فيهم هيشتغل نيكلوفايل وهو نفسه يشتغل برضو از ايه؟ از الكتروفايل. يبقى لازم استخدم 2 مول منه. يبقى الراجل ده، يبقى انا في الحاله ديت الجزء الثاني من في الخطوه الثانيه من الايسايل اسيتيت ده، هنا في الجزء ده انا كونت منه نيكلوفايل، هو في الحاله دي بيشتغل از ايه؟ بيشتغل از الكتروفايل. الكتروفايل يعني ايه؟ يعني النيكلوفايل هيروح يعمل اتاك على الالكتروفيل الكربون اللي موجوده فيه. ماليش دعوه بقى بالالفا اسيدك ولا بالايسوكس جروب ده ولا اي حاجه. دي كده هعمل نيكلوفيليك اديشن رياكشن. ده نيكلوفايل عندي اهو، وكاني بعمل نيكلوفيليك اديشن رياكشن على الكربونايل كومباوند. ده كربونايل كومباوند سي دبل بوند او. يحتوي بقى على الفا كربون؟ لا يحتوي، لا يعنيني باي شيء. هو هيشتغل از ايه؟ از الكتروفايل، يعني مستقبل للنيكلوفايل. ادى النيوكلوفايل بتاعي هيروح يعمل اتاك على الالكتروفيل الكربون، نتيجه ان الاكسجين بتسحب منها هايلي الكترو نيجاتيف وفيه باي بوند، يبقى ماينس ميزوميريك افكت على طول كده. يبقى الكربون ديت عليها بارشال بص في الشرق. الكلام اللي انتم حافظينه يبقى ده زيه زي اي نيوكلوفايل خدناه، زي الميه، زي الالكول، زي السيانايد، زي الجرينارد ريجنت، زي الامونيا، زي البرايمري نيتروجينس كومباوند. كل ده يمشي معايا، كل ده يا شباب يمشي ايه؟ كل ده يمشي معايا. يبقى ده كانه نيوكلوفايل بالظبط زي ما قلت قبل كده، هيعمل اتاك على الالكتروفيل الكربون، يبقى الباي بوند ديت هتطلع على الاو يبقى عليها نيجاتيف تشارج، تبقى از الكوكسايد. قلت في المحاضره اللي فاتت ما دام عندي في حاله كليزن كوندنسيشن، يعني بتكلم على الاستر، في الحاله ديت ما فيش عندي او اتش هتتكون، ما فيش عندي اول، لان المركب هيكون انستيبل. ففي الحاله دي ايه اللي هيحصل عندي؟ لا، هيحصل عندي الايسوكس جروب اللي موجوده عندي ديت في الالكتروفايل، الايسوكس جروب بتاعته ديت بتخرج از بو از جود ليفنج جروب. انا عندي كده هرجع الدبل بوند او تاني. بقى الكربون اللي هي اللي في الوسط دي يا شباب حواليها كام دلوقتي؟ ادا واحد اثنين ثلاثه، واثنين مع الاكسجين بقت خمسه، يبقى لازم واحده من دولت هتخرج از جود ليفنج جروب. اللي يخرج از جود ليفنج جروب في الناس دي كلها
الاس اوكسايد جروب عشان تخرج في الاخر از الكول، يبقى الاو سي 2 اتش 5 هتخرج از جود ليفنج جروب. يبقى اتبقى معايا ايه دلوقتي بعد ما رجع تاني الخطوه اللي انا بتكلم فيها اهيت؟ اهو اتبقى عندي الجزء ده اللي هو الايسايل اسيتو اسيتيت استر، او قلت عليه بيتا كيتو استر. ايسايل اه قلت لما اجي اسميه ادي الايسايل على اساس ان هو استر سي او او، يبقى ده ايسايل جروب. وكل اللي حصل ايه يا شباب في التفاعل ده لما فعملت كليزين كوندنسيشن او فعلت 2 مول من الايسايل اسيتيت مع بعض، واحد منهم اشتغل از نيوكلوفايل في الخطوه الاولانيه والخطوه الثانيه اشتغل از الكتروفايل. يعني معنى ذلك كليزين كوندنسيشن ده لما اقول لك بستخدم فيه كام مول من الايسايل اسيتيت او بستخدم منه كام مول من الاستر، اقول لك 2 تقول لي صح، لو قلت لك 1 يبقى غلط، لان واحد بيشتغل از نيوكلوفايل وواحد بيشتغل از الكتروفايل. طيب تمام، يبقى الراجل الايسايل اسيتو اسيتيت. وتاني حاجه ايه زي ما قلت يوم السبت، هو ايه اللي حصل في التفاعل ده كله يا شباب؟ ايه اللي خرج؟ ايه اللي حصل؟ انا كل ما هنالك ديت بتخرج، لا مش من ديت، ده النيوكلوفايل زي ما هو، ده النيوكلوفايل. النيوكلوفايل استبدلت هيدروجين فيه، مش بقى سي اتش 2 سي او او سي 2 اتش 5، هيدروجين فيه بالمجموعه ديت بس. والاو سي 2 اتش 5 خرجت مع الاتش من هنا، هتبقى في الاخر از الكول بس، والزق المركبين في بعض جبل على طول اهو. مش ده انا خرج منه اتش بروتون وده هيخرج منه الاو سي 2 اتش 5، يبقى الاتش مع الاو سي 2 اتش 5 يبقى ايثانول اهو. ويتبقى عندي اربط المركبين في بعض، هيبقى عندي سي اتش 3، السي اتش 3 ديت اصبحت سي اتش 2 سي او او سي 2 اتش 5، واستبدلتها بمجموعه الاسيتو اللي موجوده عندي ديت، مجموعه الاسيتو. يبقى كل ما هنالك في التفاعل ده بستبدل هيدروجينه واحط مكانها سي او سي اتش 3 بس كده. الراجل ده يبقى اسمه ايه؟ ايسايل، مش ده العادي كده، اسمه ايسايل اسيتيت اهو. الايسايل اسيتيت السي اتش 2 ديت عباره عن سي اتش 3، انا زي ما قلت استبدلت اتش من هنا بمجموعه الاسيتو، يبقى اسمه ايه؟ مكان ما هو ايسايل اسيتيت يبقى اسمه ايسايل اسيتو اسيتيت. يبقى انا دخلت على الايسايل اسيتيت مجموعه اسيتو، استبدلت هيدروجين من الايسايل اسيتيت بمجموعه اسيتو، يبقى اسمه ايسايل اسيتو اسيتيت. الراجل ده قلت اسمه بيتا كيتو استر. بيتا كيتو استر ليه؟ انا عندي ادي مجموعه الاستر الكربونيل جروب بتاعتها، ده هقول عليها الفا. يبقى الكربون اللي بعدها ده يا شباب اسمها ايه؟ اسمها بيتا. طب الكربون اللي بعد البيتا اسمها ايه؟ اسمها اللي بعد الالفا، قصدي دي الفا مش دي الفا كربون، اللي بعد السي دبل بوند دي اسمها الفا، اللي بعد الالفا ايه؟ اللي بعد الالفا بيتا. ده بالبيتا دي عباره عن ايه؟ عباره عن كيتون، عشان كده قلت بيتا كيتو استر. بيتا كيتو استر اهو، يبقى دي السي دبل بوند او، كان انا بقول جنرال نيم للناس دي كلها. برام مركبات عندي بتحتوي على الجزئيه دهيت، اقول عليها بيتا كيتو استر، مش انا عندي ديت استر جروب سي او او سي اتش 2 سي او. في اي مركبات في الاورجانيك بتحتوي على هذه الجزئيه سي دبل بوند او او عباره عن استر جروب، وبعد الاستر جروب في عندي سي اتش 2 بقول عليها ميثيلين جروب، ميثيلين جروب. الميثيلين جروب يليها سي دبل بوند او، يبقى المركبات دي بقول عليها بيتا كيتو استر. اجيب لك اي مركب في الجزئيه دي تقول لك ده ينتمي لاي كلاس، تقول لي بيتا كيتو استر. ادي عندي سي او او، يبقى قلت الكربون اللي بعد السي دبل بوند او اسمها الفا كربون، ده اللي بعد الالفا كربون اسمها بيتا كربون. يبقى ده اسمها ايه؟ بيتا كيتو اهو، بيتا كيتو استر. بيتا كيتو استر. طب لو فرضا عندي الاو ديت مش موجوده، يبقى ده اسمه ايه يا شباب؟ الناس ترد عليا عشان تصحصح كده. لو الاكسجين مش موجوده، يعني عندي 2 كربونايل، يبقى اسمهم ايه؟ عندي سي دبل بوند او يليها سي اتش 2 يليها سي دبل بوند او، يعني الجزئيه دي اللي موجوده عندي في اي مركب، يبقى اقول عليه ايه؟ احطه تحت انهي كلاس ده؟ أنا لما كانت إستر قلت بيتا كيتو إستر، طب هما دلوقتي 2 كيتو أو 2 كربونايل. أنا قلت لكم الاسم هو أنا سميته لكم 2 كربونايل، يبقى اسمه إيه؟ والاثنين لبعض بيتا، انا لو عديت من اليمين هتبقى الكربونيل جروب الثانيه بيتا، ولو عديت من الشمال الكربونيل جروب الثانيه هتبقى بيتا برضه.
ماشي يا ماشي ماشي، بارك الله فيك، كلامك مظبوط يا مريم حيدر، بس انا بقول جنرال، انت كلامك مظبوط، هيبقى اسيتو اسيتون، اسيتو اسيتون. وهو في حاله الاسيتو اسيتون ده هو الاسم سبيسيفيكلي، ما بقاش اسمه اسيتو اسيتون، بيبقى اسمه اسيتايل. احنا قلنا المجموعه ده هي بنسميها اسيتايل، السي دبل بوند او سي اتش 3، هي بس بقول عليها اسيتو في حاله الاستر، انما في حاله الاسيتون يبقى اسمها اسيتايل. بارك الله فيك، كلامك مظبوط، يبقى اسمها اسيتايل اسيتون. بس جنرالي بقى، سواء كانت هي المركب اللي عندي ده بيحتوي على برامج جزئيه اللي موجوده فيه، يبقى اسمها موجوده. انت كده بتقول الاسم بالظبط، اسيتو اسيتون، اقول اسيتايل اسيتون زي ما اختنا مريم حيدر بتقول كده، بارك الله فيه. بس بقول جنرالي يبقى اسمه ايه، سواء ديت ميسايل، سواء ديت ايسايل، سواء دي بروبايل، ماشي يا شباب، دي بقول عليها بيتا داي كربونايل، بيتا داي كربونايل. مش لو قلت ديت الفا، انا قلت عندي دلوقتي الاو دي مش موجوده، دي الفا، يبقى اللي بعدها دي بيتا، يبقى اللي بعدها دي الفا، دي يا شباب سي دبل بوند او، الكربون اللي بعدها الفا، الكربون اللي بعدها بيتا، يبقى اسمها ايه، بيتا داي كربونايل. مش انا عندي داي كربونايل، يبقى بيتا داي كربونايل كومباوند. او لو عديت برضه هي هي، هقول بيتا داي كربونايل كومباوند. لو قلت عندي ديت سي دبل بوند او، الكربون اللي بعدها ديت الفا، يبقى ديت بيتا، انا عندي الام مش موجوده، يبقى برضه بقول عليه بيتا داي كربونايل كومباوند، او زي ما الاخت فاطمه عباس بتقول كده بيتا داي كيتو، بقول عليها بيتا داي كربونايل، هي دي التسميه المظبوطه، بيتا داي كربونايل كومباوند، ماشي، بيتا داي كربونايل كومباوند. ده كده احنا كل كلامنا يا شباب كنا بنشرح فيه يوم الايه، يوم السبت اللي فات، عشان بس اذكركم وتبقوا ايه متابعين معايا. طيب هتكلم دلوقتي نفس الكلام على الايسايل اسيتو اسيتيت اللي كان معانا ده، ده الايسايل اسيتو اسيتيت اللي احنا لسه مخلصينه، انا قلت اذكركم بيه كويس عشان تتابعوا معايا كويس. ادي عندي اهوت، قلت الايسايل، ادي مجموعه الايسايل، ادي مجموعه الايسايل، وسي او 2 ديت اللي هي مجموعه الاستر، مش الاستر، بقول سي دبل بوند او او وماسكه في الايسايل، ماشي يا شباب، يبقى هي يعني عباره عن ايه، لما اجمعها على بعضها تبقى سي او 2، ادي السي او 2، سي او 2 ايسايل، يبقى دي مجموعه الاستر. وبعدها قلت عندي سي اتش 2 وفي سي دبل بوند او وعندي سي اتش 3، يبقى ده كده عباره عن ايه، عباره عن الايسايل اسيتو اسيتين. والكلام ده برده شرحت السلايد دي برده اليوم يوم السبت، انا شرحتها يوم السبت دي برده، نفس الكلام الراجل ده اللي اتكون عند الايسايل اسيتو اسيتين ده يا شباب، لو انا ضفت عليه فيري سترونج بيز، عندي دلوقتي الراجل ده عباره عندي ده بقول عليها اكتف ميثيلين، عندي الكربون دي بتحتوي على 2 هيدروجين، لهم اسيد الكاركتر عاليه جدا، الاسيد الكاركتر بتاعتهم العاليه جدا دي جايه منين؟ جايه من ان السي اتش 2 اللي هي الالفا كربون ديت اللي عليها 2 هيدروجين متصله بكام كربونايل يا شباب في المركب ده في الايسايل اسيتو اسيتيت، السي اتش 2 متصله بكام كربون، بكام كربونايل جروب؟ تمام تمام فاطمه عبد الكاظم كده، تمام، متصله باثنين، واحده ليه اللي هي الكيتونيك سي دبل بوند او، وواحده اللي هي اوف استر اللي هي سي او 2، علشان كده بقول عليه ده هايلي اسيدك. هايلي اسيدك ليه؟ زي ما اتكلمنا قبل كده في المحاضره الاولى لما قلت في عندي سي اتش 2 ولما اكون متصله بواي ومتصله بزد، او متصله باكس ومتصله بواي، قلت لو عندي هنا اكس وعندي هنا واي ودي عباره عن مجموعتين ديت الكترون وزدرونج وهنا الكترون وزدرونج زي اتنين كربونايل، يبقى السي اتش 2 اللي عندي ديت هايلي اسيدك، زي ما احنا عارفين الالكترون وزدرونج جروب بتزود الاسيدتي، فانا عندي سي اتش 2 متصله باتنين الكترون وزدرونج جروب وهايلي الكترون وزدرونج جروب، يبقى معنى ذلك الاتش ديت سهل جدا ان هي تخرج ايه يا شباب، تخرج از بروتون، تخرج از بروتون، يبقى انا ديت تبقى الاسيدتي بتاعتها عاليه، وعشان كده السي اتش 2 دي بقول عليها اكتف ميثيلين. يعني لو جبت لك المركب ده وقلت لك المركب ده يحتوي كونتيننج اكتف ميثيلين مويتي تقول لي صح، اكتف ميثيلين ده اللي هي ايه؟ اللي هي السي اتش 2 اللي بقول عليها فلانكد، فلانكد يعني واقعه ما بين راح السي دبل بوند او اللي هي اوف كيتون وسي دبل بوند او اوف استر. او قلت لك عندي بيتا داي كربونايل كومباوند مكان ديت استر برضه كيتو، تقول واقول لك المركب ده يحتوي على اكتف ميثيلين تقول لي صح. ليه؟ لان الاكتف ميثيلين عندي مجموعه واقعه ما بين راح السي دبل بوند او اليمين والسي دبل بوند او الشمال. خدنا في اول محاضره في المركبات ديت، في المحاضرات ديت اللي هو الايسايل داي ايسايل مالونيت، الداي ايسايل مالونيت،
طيب الصيد المالونات ده اللي هو ايه يا شباب؟ اللي هو عباره عن ايه؟ اليمين هنا استر جروب، وهنا برضو استر جروب، يبقى سي اتش 2 متصله بمجموعتين استر، ديت هتبقى ايسايل، والميسايل دي برضو هتبقى ايسايل. يبقى ده اسمه داي ايسايل مالونات. اقول لك الداي ايسايل مالونات ده يحتوي على اكتف ميثيلين، تقول لي صح. يبقى الاكتف ميثيلين هي السي اتش 2 اللي واقعه ما بين راحه، او بقول عليها فلانكد بتوين سي دبل بوند او، سواء كانت اتنين سي دبل بوند او، سواء كانت استر او سواء كانت ايه يا شباب، او سواء كانت كربونايل كومباوند، او لو عندي اتنين سيانو جروب، سيانو سي ان زي ما قلت في اول محاضره، سي اتش 2 متصله باكس وواي، وعندي هنا سي اتش 2 وعندي هنا سي ان ثانيه، يبقى السي اتش 2 اللي موجود عندي دي يا شباب بقول عليها اكتف ميثيلين، اكتف ميثيلين، لان السي زي ما انتم عارفين السيانو جروب هايلي الكترون وذروينج جروب، فانا عندي هنا واقعه ما بين راحة التو سيانو جروب او فلانكت بتوين تو سيانو جروب. يبقى السيانو جروب هتسحب من السي اتش 2 والسيانو جروب هتسحب من الكربون بتاعت السي اتش 2، فسهل جدا الهيدروجين دي تخرج از ايه يا شباب؟ از بروتون، از بروتون. المركب ده اثنين سيانو متصلين بالسي اتش 2 يبقى اسمه مالونو نيترايل، مالونو نيترايل. مش انا قلت لو دول اثنين استر جروب قلت اسمه داي ايسايل مالونيت؟ ده بقى انا عندي ديت، انا قلت النيترايل اللي هي عباره عن مجموعه السي تريبل بوند ان، يبقى اقول عليها مالونو نيترايل. اعرف دي عندك كده، سي اتش 2 متصله بسي ان باثنين سي ان جروب بسيانو جروب يبقى اسمها مالونو نيترايل. اكتبها عندك، دي مهمه جدا جدا جدا. يبقى لو اقول لك جبت لك شويه مركبات وقلت لك طلع لي منهم مالونو نيترايل، تقول لي اللي هو سي اتش 2 سي ان سي ان كربون متصله بمجموعتين سيانو، عارفين السيانو بقول عليها نيترايل، فالمركب ده باسمه مالونو نيترايل. قلت لك داي ايسايل مالونات، يبقى هنا هيبقى هنا مجموعه استر من اليمين ومجموعه استر من الشمال، ما علينا. يبقى انا دلوقتي يا شباب انا عندي داي اللي هو الايسايل اسيتو اسيتيت، او اسمه اسيتو اسيتيك استر او بيتا كيتو استر. الراجل ده فيه اكتف ميثيلين بتحتوي على اثنين هيدروجين لهم اسيدك كاركتر عاليه جدا، مع البيز هتاخد لي الاتش اس بروتون، لما اتش خرجت اس بروتون زي ما قلت يبقى هتسيب البوند بتاعتها على الكربون، يبقى الكربون دي عليها نيجاتيف تشارج. طيب اجي افعلها مع الكايل هالايد، زي ما انتم عارفين الالكايل جروب بتاعت الالكايل هالايد يا شباب عليها شحنه ايه؟ عليها شحنه موجبه، عليها بارشال بوست في تشارج، لان الاكس بتسحب منها، يبقى دي تيجي تعمل اتاك عليها، يحصل الكتروفيليك سبستيوشن، كان استبدلت هيدروجين بمجموعه الالكايل، وهو ده اللي حصل، اداني ده المونو الكايليتد اسيتو اسيتيك استر، او مونو الكايليتد ايسايل اسيتو اسيتيت، او مونو الكايليتد بيتا كيتو استر، كل دي مسميات واحده. ما احنا قلنا الايسايل اسيتيت اقول عليه بيتا كيتو استر، او اقول عليه اسيتو اسيتيك استر. طيب الراجل اللي خرج عندي ده يا شباب مين اللي هايلي اسيدك؟ المونو الكايليتد استر ده اللي انا استبدلت هيدروجين بمجموعه الكايل، ولا الايسايل اسيتو اسيتيت نفسه اللي بيحتوي على اثنين هيدروجين؟ الناس ترد عليا. مين اللي مور اسيدك؟ المونو الكايليتد يعني الراجل اللي بعد ما استبدلت هيدروجينه بي، لو قلت ده رقم اثنين وده رقم واحد، مين اللي مور اسيدك، اثنين ولا واحد؟ تمام كوثر كاتبه لي واحد واثنين، انا عايزك تختار لي يا كوثر، يا كوثر انا بقول لك واحد ولا اثنين، ولا انت سايب الاختيار ليا يعني؟ ولا يهمك تدللي كوثر. الناس اللي قايله رقم واحد صح، الناس اللي قايله رقم واحد صح للايسايل اسيتو اسيتيت. انا دلوقتي استبدلت هنا هيدروجين بمجموعه الكايل، مجموعة الألكايل دي يا شباب أنا بقول عليها إلكترون دونيتنج ولا إلكترون وذروينج؟ مجموعة الألكايل ديت لها بوزيتيف إندكتيف ولا ماينس إندكتيف؟ الناس ترد عليا. الكلام اللي إحنا شرحناه في سنة أولى وشرحناه السنة دي مرارا وتكرارا. مجموعة الألكايل ديت بتدي إلكترونات ولا بتاخد؟ بوزيتيف إندكتيف ولا ماينس إندكتيف؟ مجموعة معطية بوزيتيف إندكتيف.
ماشي، دونيتد، بارك الله فيك يا مريم. طيب السؤال دلوقتي، ما نشوف بقية الناس بتكتب بتقول ايه. تمام، ماشي يا شباب. يبقى انا دلوقتي السؤال بقى، انا لما كنا بنتكلم في الفينولز قلت عندي الالكترون ويزدروينج جروب بتزود الاسيديتي، الالكترون دونيتنج جروب تقلل الاسيديتي. يعني لو عندي فينول وعندي بارا نيتروفينول، مين اللي مور اسيديك؟ البارا نيتروفينول، لان مجموعه النيترو مجموعه لها هايلي ماينس اندكتيف ماينس ميزوميريك، ساحبه للالكترونات قويه جدا. ماشي يا شباب، لما هي ساحبه للالكترونات بتزود الاسيديتي. ماشي، ده بقى انا عندي دلوقتي الار مجموعه معطيه للالكترونات. يعني لو قلت الفينول والبارا كريزو، البارا كريزو اللي هو بارا ميثايل فينول، مين اللي مور اسيديك؟ الفينول، لان الميثايل جروب الكترون دونيتنج، الكترون ريليزنج بالبوزيتيف اندكتيف افكت، فبالتالي هتدي الكترونات. يعني ايه لما تدي الكترونات بتقلل الاسيديتي؟ لان لما تدي الكترونات الرابطه اللي بين الاو والاتش الفينولك ايه اللي هيحصل؟ لا هتقوى. انا عايز الرابطه تكون ضعيفه، لما تكون الرابطه ضعيفه هتتكسر بسهوله. يبقى معنى ذلك ايه؟ ان الاتش هيخرج از بروتون. وهو انا بقيس الاسيديتي بقيسها بايه؟ بمجرد بمقياس بمقدار ان الاتش تخرج از بروتون. يبقى كده بقول المركب ده له اسيديك كاركتر عاليه. ماشي، يبقى انا دلوقتي عندي الكايل جروب، يبقى الالكايل جروب اللي عندي ديت هتزود الاسيديتي ولا تقللها؟ بناء على اللي شرحته دلوقتي. والكلام بيبقى ثابت في جميع الحاجات من ساعه ما اتكلمنا على الفينول، اتكلمنا على الايسايل اسيد، اتكلمنا على الكربوكسيليك اسيد، هو المفهوم واحد ما بيتغيرش. يبقى هتقللها، لانها ايه؟ لانها لها بوزيتيف اندكتيف افكت. بس كده، هما كلمتين، بوزيتيف اندكتيف افكت، بوزيتيف اي. لو كتبت لي في الامتحان بوزيتيف اي زائد وجنبها اي كابيتال، كده الاجابه خلاص خلصت، مش عايزك تقول حاجه ثانيه، لانها لها بوزيتيف اندكتيف افكت بس. طيب انا دلوقتي هجيب اللي هو المونو الكايليتد اسيتو اسيتيك استر ده، او مونو الكايليتد بيتا كيتو استر ده، واعمل له فيرزر الكتروفيليك سبستيوشن رياكشن. في الاول هخرج الهيدروجين الثانيه ديت از بروتون، هخرجها ازاي؟ هفعلها مع الصوديوم ايسوكسايد، فيري سترونج بيز. احنا قلنا التفاعلات دي من ساعه ما قلنا في اول محاضره هي سيكونس وبنمشي عليها، لازم يكون عندي الفا كربون، والالفا كربون تحتوي على الفا هيدروجين عشان التفاعلات دي تتم عليه، سواء كان عندي الدهايد، سواء كيتون، سواء استر، وسواء كان مالونو نيترايل زي الداي نيترايل داي نيترو جروب. يبقى السي اتش 2 اللي عندي دي بقول عليها اكتف ميثيلين، ما دام الاكتف ميثيلين متصله بمجموعتين هايلي الكترون وزدروينج جروب يبقى اقول عليها اكتف ميثيلين، حتى غير الالدهايد والكيتون والاستر برضه، ما دام متصله بمجموعتين ساحبين للالكترونات يبقى اقول عليها اكتف ميثيلين، والتفاعلات دي تتم عليها، والتفاعلات دي تتم ايه؟ تتم عليها. فانا عند الراجل ده هيجي ياخد الاتش دي از بروتون، هيبقى عندي از نيجاتيف اتش از اناين كربونايل، لازم يحصل له ستابيلايزيشن بالريزونانس. يبقى عندي هنا يحصل اوفرلابنج، يبقى الباي بوند هتطلع على الاو يداني الانوليت. اجي بعد كده الراجل ده يعمل لي اتاك على الالكايل جروب بتاعت الالكايل هالايد، الاكس هايلي الكترونيجاتيف، يبقى الار عليها بارشال بوزيتيف تشارج، ويكون عندي كربون كربون ميكنج بوند جديده عندي. يبقى اداني عندي المونو الكايليتد استر اتحول الى داي الكايليتد اسيتو اسيتيك استر، او داي الكايليتد بيتا كيتو استر. بقى عندي ده مونو الكايليتد وده داي الكايليتد. طبعا لما اقول لك الاسيديتي بتاعتهم، طبعا الداي الكايليتد ده ملوش اي اسيديتي خالص، ملوش اي اسيديتي خالص. ليه يا شباب الداي الكايليتد ده؟ الناس تقول لي ليه؟ اشوف الناس دماغها شغاله في الاورجانيك ولا التمن والمرج ملاها. الضيق الكايليتي ده بقول مالوش اي اسيد الكاركتر خالص. ليه؟ بارك الله فيك يا فاطمه عبد القاسم، ماكو هيدروجين. تمام كده 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 ماكو تمن ومرج كده. بقى ايه؟ بدا الكيمياء العضويه بدات تحل محل التمن والمرج، وهو ده اللي انا عايزكم تفهموه في الكيمياء العضويه. يبقى هي كده اقول لك ده مور اسيدك، ده مور بيزك، ليه ده فاعل، ده بيحتوي على الفا كربون، ده لا يحتوي. يبقى الناس تشغل دماغتها، انا مانيش عايز الناس تحفظ حاجه، احفظ زي ما قلت قبل كده بعد ما تفهم، لان اللي هتفهمه ده هو اللي باقي معاك، اللي هتفهمه هو اللي هيتبقى معاك. يبقى لان ما عندي ماكو اصلا هيدروجين عشان اقول له اسيد الكاركتر والملوش، انا بقيس الاسيد الكاركتر بمدى خروج الهيدروجين، انا ماكو هيدروجين من ماكو هيدروجين من الاصل. طيب طيب
زي ما قلت يا شباب، انا قلت عندي دلوقتي المركب اللي عندي ده لما يبقى بيحتوي على سي دبل بوند او، دي كده كيتون، لان سي دبل بوند او يمين كربون شمال كربون، والراجل ده برضو كيتون، يمين كربون شمال كربون، يبقى ده اسمه ايه؟ داي كربونايل كومباوند. الاثنين لبعض، لو ديت السي دبل بوند او اللي بعدها الفا اللي بعدها بيتا، عشان كده بقول عليه بيتا داي كربونايل، بيتا داي كربونايل، ده بيتا داي كربونايل. والراجل ده يا شباب انا عندي هنا سي دبل بوند او، وعندي هنا سي دبل بوند او بس موجوده اوف استر، موجوده في استر، ماشي. يبقى ده بقول عليه بيتا كيتو استر. لو جيت اقارن في الاسيديتي ما بين البيتا كيتو استر والبيتا داي كربونايل كومباوند، وقلت قبل كده بيتا داي كربونايل كاني بالظبط بقول واحد وثلاثه، يعني انا لو سي دبل بوند او ديت خدت رقم واحد يبقى دي رقم اثنين، يبقى اللي بعدها دي رقم كام؟ رقم ثلاثه. عشان كده بقول عليهم واحد وثلاثه داي كربونايل كومباوند، تساوي بالظبط بيتا داي كربونايل كومباوند. يبقى بيتا داي كربونايل تساوي واحد وثلاثه داي كربونايل. طيب ماشي. الراجل ده ممكن اسميه تسميه اخرى بقى، لو هسميه بقى يعني سبيسيفيك اسم له كيميكال نيم للمركب اللي قدامي ده. انا قلت طبعا في اي مركبات بختار اطول سلسله كربونيه. لما اختار اطول سلسله كربونيه اهو، يبقى ده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، اللي بيحتوي على خمسه كربون يبقى اسمه ايه؟ بنتان دايون. في فرق يا شباب، لما اقول ده بينتمي الى انهي كلاس من الاورجانيك بقول بيتا داي كربونايل كومباوند، اقول على ده بيتا كيتو استر. دي بالظبط كاني بقول ده الدهايد، ده كيتون، ده الكول، ده سايو الكول، ده ايثر، بقول جنرال نيم للكلاس نفسه. انما مركب زي ده انا بسميه بقى سبيسيفيك للكيميكال نيم بتاع المركب ده. دي حاجه ودي حاجه، ما حدش يقول احنا بنقول هنا واحد وثلاثه داي كربونايل، ده بايه اثنين واربعه بنتان دايون ده؟ او البيتا داي كربونايل كومباوند، بيتا داي كربونايل او واحد وثلاثه داي كربونايل كومباوند، يبقى ده جنرال لكل المركبات اللي بتحتوي على سي دبل بوند او، سي اتش 2 سي دبل بوند او، الجزئيه دي موجوده فيه، يبقى بقول عليه بيتا داي كربونايل كومباوند، او اقول عليه واحد وثلاثه داي كربونايل كومباوند، لان دي واحد اثنين ثلاثه. ديت لو تسميه اخرى، لو دي الفا زي ما بنقول دي الفا كربون يبقى اللي بعدها بيتا، يبقى بيتا داي كربونايل كومباوند. زي ما قلت الالدول عباره عن ايه؟ بيتا هيدروكسي كربونايل كومباوند في الالدول، مش كان عندي سي دبل بوند او وعندي سي اتش 2 وعندي او كربون وعليها او اتش، فبقول عليها بيتا هيدروكسي كربونايل كومباوند. خلينا في ده دلوقتي، يبقى ده بقول عليه بيتا كيتو استر او واحد وثلاثه داي كربونايل كومباوند، دي جنرال نيم. انما لو ده هسميه بالظبط يبقى هقول ايه؟ هقول اختار اطول سلسله كربونيه، دي كرقم اثنين، لو عديت من اليمين زي الشمال، لان كربونايل جروب في رقم اثنين وهنا تبقى كربونايل جروب في رقم اثنين، يبقى من اليمين زي الشمال. يبقى اقول اثنين ثلاثه اربعه، يبقى اثنين واربعه بنتان، مش دول خمسه كربون، بنتان داي اون. يبقى الاثنين واربعه دولت وداي اون بيقول ان انا عندي داي سي دبل بوند او في البوزيشن رقم اثنين واربعه. رقم اثنين واربعه، يبقى لازم احدد اللوكيشن بتاعهم فين بالظبط. يبقى لما اقول 2 و4 بنتان داي اون، يبقى معنى ذلك ان الداي كيتون المجموعتين اللي هم الكيتون او الاون موجودين على الكربون رقم 2 ورقم 4. طيب ماشي. السؤال بقى مين اللي مور اسيدك؟ البيتا كيتو استر والبيتا داي كربونايل كومباوند. واي حاجه يا شباب ما اجي اقارن لك بينها زي ما قلت لك في السلايد اللي فاتت ديت. انا بقول لك قارن بين ده وده في الاسيديتي، اي حاجه تيجي تقارن بينهم وبين بعض يا شباب، ما تيجي تقارن بينهم وبين بعض تشوف ايه وجه الاختلاف بين الاثنين عشان تقارن بينه. وجه الاختلاف بين الاثنين عشان تقارن بينه. انا عندي هنا ايه اللي كان هنا الفرق بين ده؟ دي فيه هيدروجين، ديت اتغيرت بالكايل جروب. يبقى انا يبقى ايه الفرق مكاني؟ بقول لك ايه الفرق بين الهيدروجين والالكايل جروب بالنسبه للاسيديتي. بالظبط كده، يبقى هو ده سيادتك تبني الاجابه بتاعتك على كده. انا هنا بقول لك دلوقتي، احنا دلوقتي فات علينا ساعه، دي كده بدايه المحاضره بتاعت النهارده الجديده. بقول لك قارن بين ده وده، لو قلت لك واحد واثنين لما تيجي تقارن الاثنين دول زي بعض، الاختلاف في ايه؟ ان انا عندي هنا سي دبل بوند او متصله باكسجين، عندي هنا سي دبل بوند او كيتونيك، سي دبل بوند او كيتونيك وسي دبل بوند او اوف استر، يعني معنى ذلك الاكسجين هيعمل ايه؟ هل هيزود الاسيديتي ولا يقللها؟ بس فمين يا شباب اللي مور اسيدك؟ البيتا كيتو استر ولا الواحد وثلاثه داي كربونايل او البيتا داي كربونايل؟ لو قلت البيتا داي كربونيل ده رقم واحد والبيتا كيتو استر ده رقم اثنين، مين اللي مور اسيدك؟ واحد ولا اثنين؟
زي ما قلت لكم يا شباب، ماشي، احنا دلوقتي كأني بقارن ما بين الاو بتاعت الاستر، وهنا ما عنديش او بتاعت الاستر. فاطمة بتقول الاكسجين هيسحب وهيزود الحمضية. لا يا فاطمة، الاكسجين ده مش هيسحب. الاكسجين عليه ايه؟ مش الاكسجين ده عليه لون بير من الالكترونات، اتنين فوق واتنين تحت، والباي بوند الاو دي بيسحبها. هيعمل اوفر لابنج عشان يساعد الاكسجين اللي عليها بارشال بوزيتيف تشارج اللي موجوده عندي دي، تحصل لها اوفر لابنج. يبقى معنى ذلك الكربون اللي عندي بتاعت الكربونيل جروب ديت هتسحب اقوى من الميثايل سي اتش 2 اللي عندي ديت، ولا هتسحب اقل؟ هتسحب اقل، لان الاكسجين ساعدها عند الكترون دونيتنج جروب. يبقى الوقت عندي ذره عليها لون بير من الالكترون دونيتنج. الكترون ايه؟ الكترون دونيتنج. هو انا عندي الباي بوند هتسحب من الكربون زي اللي احنا عارفينه، يبقى ده عليها بارشال بوزيتيف. هتلاقي مين بقى اللي يجي يساعدها؟ هتلاقي اللي يساعدها الاكسجين اللي عليها لون بير من الالكترونات. ماشي يا شباب؟ الاكسجين اللي عليها لون بير من الالكترون. انما انا حاجه هنا السي دبل بوند او بتسحب الكربون، الاكسجين بيسحب من الكربون. اه بالظبط. يبقى المركب اللي هو البيتا داي كربونيل كومباوند اللي هو رقم واحد اللي قلنا عليه ده هايلي اسيدك عن البيتا كيتو استر. لهذا السبب انا عندي هنا ايه؟ مفيش عندي هنا اكسجين، هتساعد الكربون. ماشي، فبالتالي الكربون تسحب اقوى من مين؟ من الكربون ديت. يبقى الهيدروجين ده ساعد ان هو يخرج از ايه؟ از بروتون. يبقى لما اقول لك فرق بين الاثنين، انت اول حاجه عينك تقع عليها هو ايه في الاستراكشر، ايه الفرق بين ده والفرق بين ده؟ الفرق بين الاثنين ان ده بيحتوي على اكسجين، الراجل ده بيحتوي على اكسجين. الراجل ده استر، الراجل ده كيتو. يبقى الاكسجين ديت بتعمل ايه؟ تاثيرها ايه على الحامضيه؟ ماشي يا شباب، الاكسجين ما دام هتدي الكترون لان الكربون اللي جنبها عليها بوست في تشارج، يبقى خلاص ماشي، يبقى كده هتقلل الحامضيه. يعني ايه؟ يعني هتخلي الشحنه الموجبه اللي على الكربون اللي هنا ديت مش قويه قوي. ليه؟ لان هي بتساعدها، هيحصل لها اوفر لابنج هنا. زي النيتروجين بيبقى عليها لون بير من الالكترونات. النيتروجين لما اقول لك عليها لون بير، كان بتعمل ايه لاي كربون جنبها عليها شحنه موجبه؟ كان بيحصل لهم اوفر لابنج وتساعد الكربون اللي جنبها. انا في الاسيديتي مش عايز حد يساعد حد، انا بالعكس كل ما الناس بتسحب مجموعات بتسحب، كل ما الاسيديتي بتزيد. والراجل ده يا شباب لما شرحنا المحاضره اللي فاتت قلت عندي البيتا كيتو استر او البيتا داي كربونيل كومباوند عموما، سواء كانت بيتا داي كربونيل كومباوند او بيتا كيتو استر، السي اتش 2 اللي عندي ديت الاسيديتي بتاعتها العاليه راجعه لايه؟ نتيجه راجعه ان الاتش لما بتخرج از بروتون بيحصل استابيلايزيشن بالريزونانس، وبيدي لي عدد ريزونانس استراكشر كتيره. قلت لك كل ما عدد الريزونانس ستراكشر زاد، كل ما الكونجوجيت بيز اللي هي الحاجه اللي عندي بعد ما الهيدروجين خرج از بروتون بيحصل لها ستابلايزيشن بالريزونانس اكتر. يعني انا دلوقتي عندي دلوقتي الاتش ديت خرجت از بروتون، المركب ده الاتش خرجت از بروتون بقى عليه نيجاتيف تشارج. دي لما يحصل لها اوفر لابنج هتبقى ما بين الكربون والكربون، كانها كون الانوليت. مش قلت لك في اي من المركبات ديت لما الالفا كاربون بتفقد الهيدروجين از بروتون؟ قلت لك في اول سلايد في اول المحاضرات ديت قلت لك ايه؟ لازم يحصل لها ستابلايزيشن بالريزونانس، ده لابد. ولازم طبعا الاتش عشان تخرج از بروتون لابد من وجود فيري سترونج بيز. انا حطيت هنا اهو الشروط عندي، اهو ادا البيز، وعندي الفا كاربون بتحتوي على الفا هيدروجين، خرج واحد من الهيدروجين از بروتون، يبقى اتكون عندي النيجاتيف تشارج اللي هو النيجاتيف تشارج اللي هو الكربونايون اللي هو بقول عليها الايه؟ الكونجوجيت بيز، الجزء اللي اتبقى من المركب بعد ما الهيدروجين خرج از بروتون اهو عليه نيجاتيف تشارج. المفروض النيجاتيف تشارج ديت يحصل لها عمليه استابلايزيشن. يعني ايه؟ يعني تبقى موجود مره على ذره وفي الريزونانس ستراكشر على ذره ثانيه اللي هي النيجاتيف تشارج. ادي هنا موجوده على الكربون، لما حصل اوفر لابنج هتبقى بين الكربون والكربون سي دبل بوند او، سي دبل بوند سي، والباي بوند ديت لازم تطلع على مين؟ تطلع على الاو، لان دي لما نزلت هنا الكربون اللي هنا ديت بقى حواليها كام بوند؟ بقى حواليها خمسه، ادا 2 3 و2 5، يبقى لازم البوند او الباي بوند تطلع على الاو اللي هي الالكوكسايد اللي هي الانوليت، ادا الاو عليها نيجاتيف تشارج. دي تحصل لها اوفر لابنج وتيجي تاني، يبقى يطلع تاني الباي بوند تيجي على الاو على الكربون، ادي الباي بوند البايت على الكربون بقى عليها نيجاتيف تشارج. طيب ممكن ايه تاني؟ ان النيجاتيف تشارج ديت اهو هيحصل لها اوفر لابنج مع الكربون اللي على يمينها، يبقى الباي بوند هتطلع على الاو، يبقى ده اداني الانوليت اهو نيجاتيف تشارج، مرة على الكربون، مرة على الأكسجين الشمال، ومرة على الأكسجين اللي في اليمين، يبقى بيديني عدد ريزونانس ستراكشر إيه كتيرة. إنما لو كان عندي كربونايل جروب واحدة،
كربونايل جروب واحده، كان زي ده بالظبط كده اهو، كربونايل جروب واحده هيديني كام؟ ادي مره على الكربون ومره على الاكسجين، بس خلص الكلام ما عادش فيه تاني. انما هنا انا عندي هي متصل على اليمين بكربونايل ومن الشمال بكربونايل، عشان كده عدد الريزونانس ستراكشر اللي عندي ايه؟ عدد الريزونانس ستراكشر اللي عندي زاد. يبقى لما اقول لسيادتك ليه الايسايل اسيتو اسيتيت في وجود البيز له اسيد الكاركتر عاليه، يبقى سيادتك هتقول لي لانه هيطلع الهيدروجين از بروتون والكونجوجيت بيز هيحصل لها ستابيلايزيشن بالريزونانس، وترسم لي الريزونانس ستراكشر اللي موجوده قدام سيادتك ده وانت فاهمها، انت مش عايز تحفظ حاجه، انت فاهم. ده الايسايل اسيتو اسيتيت، الاتش خرجت از بروتون، ده الكونجوجيت بيز يحصل لها ستابيلايزيشن وتديني الانوليت، مره على الكربونايل جروب اللي على اليمين ومره على الكربونايل جروب اللي على الشمال، بس كده. يبقى لازم ترسم لي الايه؟ الثلاثه ريزونانس ستراكشر اللي موجودين قدامك دولت. طيب بعد كده يا شباب انا عندي البيتا كيتو استر، ده المركب اللي عندي ده اقول عليه بيتا كيتو استر ولا لا يا شباب؟ اقول عليه بيتا كيتو استر. اقول عليه بيتا كيتو استر زي مع انه سايكليك ستراكشر، ده بقول عليه سايكليك بيتا كيتو استر. سايكليك بيتا كيتو استر. ادي عندي هنا ادي سي او 2 ايسايل، دي مجموعه الايستر. سي دبل بوند او او ايسايل. او ايسايل. الكربون اللي بعدها ديت اللي عليها هيدروجين دي يا شباب اسمها ايه؟ ها؟ الكربون اللي عليها هيدروجين دي اقول عليها ايه؟ ناس ترد عليا. تمام نور الهدى بارك الله فيك، بقول عليها الفا كاربون. انا ما تتخضش ان هو موجود سايكل اكستراكشن، اعتبر الجزء ده مش موجود، اعتبر الجزء ده مش موجود، ما تشغلش بالك به، ما تشغلش بالك به. اقول على الكلام اللي هو قدامي ده اهو، ادي عندي سي دبل بوند او او ايسايل اللي هي الجزئيه دي اللي هي اللي انا راسمها فوق دي. الكربون اللي بعدها دي بقول عليها ايه؟ بقول عليها الفا كاربون. اللي بعدها دي بقول عليها ايه؟ بقول عليها بيتا كاربون، ادي البيتا كاربون اللي عليها سي دبل اللي هي عباره عن سي دبل بوند او كيتونيك، يبقى ده عباره عن ايه؟ بيتا كيتو استر. بيتا كيتو استر، ولكنه موجود في سايكليك ستراكشر سايكل هيكسان رينج، يبقى بقول عليه بيتا كيتو استر، بقول عليه سايكليك بيتا كيتو استر. سايكليك بيتا كيتو استر، تمام. السايكليك بيتا كيتو استر ده حطيت عليه كونجوجيت بيز، حطيت عليه فيري سترونج بيز اهو، ادي الفيري سترونج بيز صوديوم ايس اوكسايد اهو، كلام من اول محاضره ما بغيروش، قلت لك عندك الفا كربون تحتوي على الفا هيدروجين. انا عندي الوقت كام هيدروجين هنا يا شباب؟ لا يا مريم انا لسه حاضر، انا ده انا قلت لك من اول محاضره ما تفرقش معايا يبقى فيها اثنين، ما تفرقش معايا يبقى فيها واحد، ما تفرقش معايا يبقى فيها ثلاثه، ما دام عندي الفا كربون وعليها حتى لو هيدروجين واحده يبقى دي بقول عليها الفا كربون تحتوي على الفا هيدروجين. ده اما انا عندي اللي فات ده كان فيه اثنين فقط. الايسايل اسيتو اسيتيت ده ما فيه اثنين فقط اهو، اثنين هم. وحصل عليهم بقول لهم هايلي اسيد، ده هايلي اسيدك عن اللي فيه ثلاثه. لان كان استبدلت السي اتش 3 ديت بمجموعه اللي هي الكربوكسيليت اللي هي مجموعه الايستر. كان عندي سي اتش 3 واستبدلته بمجموعه الايستر، فمجموعه الايستر مجموعه ساحبه للالكترونات جدا. يعني انا لو جيت قلت لسيادتك، لو جيت قلت لسيادتك او سيادتكم، مسلم لسه داخل معانا دلوقتي مش هتفرق حاجه. ماشي، المركب ده بالنسبه للتفاعلات بتاعه الالفا اسيدك هيدروجين، مين اللي مور رياكتف بالنسبه للالفا اسيدك هيدروجين؟ سبستيوشن رياكشن، الايسايل اسيتيت ان يحصل عليه التفاعلات ديت ولا الايسايل اسيتو اسيتيت؟ لا يبقى الصوت من يمك يا مريم. مين يا شباب؟ التفاعلات لو انا عندي الايسايل اسيتيت ده وعندي الايسايل اسيتو اسيتيت، مين اللي يتفاعل اسرع بالنسبه للالفا اسيدك هيدروجين؟
يعني الهيدروجين كأني بالظبط بقول لك الهيدروجين يخرج من مين اكتر فيهم، الايسايل اسيتات ولا الايسايل اسيتو اسيتات؟ عايز اعمل على ده تفاعلات وعايز اعمل على ده تفاعلات، مين اللي يخرج عندي الهيدروجين اكتر از بروتون؟ بمعنى اخر مين الالفا اسيدك فيهم اكتر؟ مين الالفا اسيدك فيهم اكتر؟ اللي بتحتوي على 1 كربونايل جروب ولا اللي بتحتوي على 2 سي اتش 2 واقعه ما بين سي دبل بوند او وسي دبل بوند او؟ لو قلت ده رقم 2 اللي هو الايسايل اسيتو اسيتات وده رقم 1. من عندك يا مريم الصوت، اخرجي وادخلي تاني. رقم 2 هو ده اللي احنا قاعدين نشرح فيه بقالنا اسبوعين دلوقتي، رقم 2 يبقى دي هايلي اسيدك، هايلي اسيدك ان هي واقعه ما بين السي دبل بوند او والسي دبل بوند او. بالظبط كده. فانا هنا دلوقتي مريم لما كانت بتقول، مريم حضر بتقول ان ده في واحده، ده ما تفرقش معايا يا مريم، ما تفرقش معايا ما دام عندي الفا كربون وعليها اتليست 1 هيدروجين يبقى التفاعلات دي تتم عليها. يبقى انا عندي واحد هيدروجين وعندي هنا الفيري سترونج بيس، هتاخد الهيدروجين دي از بروتون، يبقى الهيدروجين دي خرجت از بروتون. يعني ايه؟ يعني ثابت الرابطه بتاعتها على الكربون اللي في الوسط اللي عند الالفا كربون ديت بقى عليها نيجاتيف تشارج. النيجاتيف تشارج يبقى ده نيوكلوفايل. نيوكلوفايل يعني ايه؟ يعني عليه شحنه سالبه. هيروح يتفاعل لي مع البنزايل برومايد. البنزايل ايه؟ البنزايل برومايد. البنزايل برومايد، الكربون بتاعه البنزايل برومايد اللي ماسكه فيه البي ار دي يا شباب عليها شحنه ايه؟ السي اتش 2. الكربون بتاعه البنزايل برومايد بتاعه السي اتش 2 دي عليها شحنه ايه؟ تمام، عليها شحنه موجبه زي ما قلنا كده، كانه بالظبط الكايل هالايد. البي ار بتسحب هايلي الكترونيجاتيف ماينس اندكتيف افكت، يبقى الكربون ديت عليها شحنه موجبه. يبقى طيب ديت عليها شحنه موجبه، هيجي الراجل ده اللي عليه نيجاتيف تشارج ده هيروح يعمل اتاك عليها. يبقى هيديني مين دلوقتي يا شباب؟ اهو سي اتش 2 دي كده، سي اتش 2 ادي سي اتش 2 وادي مجموعه الفينايل اللي موجوده عندي سي اتش 2 فينايل. سي اتش 2 فينايل حلت محل مين؟ محل الهيدروجين ده اللي موجود على الالفا كربون ولو اسيدك كاركتر، اداني سي اتش 2 فينايل وعندي سي او 2 ايسايل. دي الخطوه الاولانيه، يبقى كده خلصنا منها. يبقى انا حطيت فيري سترونج بيس، خدت الهيدروجين از بروتون، اتكون عندي نيوكلوفايل عامل اتاك على الالكتروفيل الكربون اللي موجوده عندي، اداني سي اتش 2 فينايل. ده بعد كده هنا بيقول لي انا عايز اتخلص من المجموعه ديت سي او 2 ايسايل علشان يديني البرودكت ده. هتخلص منه ازاي؟ اول حاجه أنا قلت يا شباب لما هعمل الإستر هيدروليسيس في أول المحاضرة، مش ده عبارة عن سي أو 2 الكربون ديت، أدي عندي أهي الكربون أهي بتاعت اللي هو السايكلوهكسان، أدي الأو وأدي بقية المركب. وعندي هنا ديت عبارة عن سي أو 2 وهنا ماسكة فيه السي اتش 2 فينايل، أدي السي اتش 2 فينايل. المهم إن أنا عندي سي أو 2 عبارة عن سي أو وهنا او ايسايل. الاستر ده قلت لما اعمل له هيدروليسيس في اول المحاضره يا شباب هيديني ايه؟ قلت لما اعمل استريفيكيشن عايز ارجع المركبات للحاجه اللي انا بادئ بها وعملت لها هيدروليسيس هتديني ايه تاني؟ هيدروليسيس ايه؟ يعني الاو ايسايل كربون او ايسايل ديت بوند ديت هكسرها. السي دبل بوند او هتاخد او اتش والاو ايسايل هتاخد اتش. ها؟ ديت هتاخد او اتش، دي لما تاخد سي دبل بوند او اتش وايسايل او اتش يبقى يديني ايه دلوقتي؟ الايسايل او ديت هتخرج از ايه الاول؟ از كحول. تمام فاطمه، يبقى ده هتبقى هتخرج از كحول ايسايل او اتش. الراجل ده خد الاتش من الميه والراجل ده سي دبل بوند او هتاخد الاو اتش من الميه. السي دبل بوند او لما خدت الاو اتش من الميه يبقى الجزء اللي فوق ده اتحول الى ايه؟ السي دبل بوند او هتتحول الى سي او او اتش.
بقت عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن كربوكسيليك اسيد. يبقى اداني ده الكحول وعندي كربوكسيليك اسيد سي او، انا عندي هنا الكربون ايه ماسك، عباره عن سي او او اتش. تمام فاطمه عبد القاسم، اداني كربوكسيليك اسيد، يبقى دي كده اتحولت الى سي دبل بوند او، اهو سي دبل بوند او او اتش. ده بين السي دبل بوند او او اتش الكربوكسيليك اسيد جروب ديت عايز احولها الى سي او 2. انا خلاص عرفت الايثانول ده جه منين، لما الاستر عملت له هيدروليسز الاو ايثايل خارت الهيدروجين خرج از بروتو، خرجت از ايثانول. السي او او اتش هعمل ايه؟ اعمل عمليه تسخين. هعمل عمليه ايه؟ هعمل عمليه تسخين. يبقى الخطوه الاولانيه اللي هي فيها الهيدرونيوم ايون ديت يعني عباره عن ميه في وجود اسيدك ميديا، عمليه الهيدروليسز للاستر حولته الى كربوكسيليك اسيد والى ايثانول. طب الكربوكسيليك اسيد سي او او اتش اللي ماسكه في الكربون اللي عندي ديت بتاعت السايكلوهكسان، عايز اخرج منها السي او 2 بتاعت الكربوكسيليك جروب اس كربون دايوكسيد. هخرجها ازاي؟ هعمل عمليه تسخين عشان اطلع ثاني اكسيد الكربون. طب لما بسخن ايه اللي هيحصل؟ اعرف بقى السي او 2 دي اتخرجت ازاي؟ انا دلوقتي الاكسجين هايلي الكترونيجاتيف عن الهيدروجين، هتاخد الرابطه اللي موجوده بينها وبين الهيدروجين يحصل لها اوفرلابنج وتيجي ما بين الاكسجين والكربون اللي ماسكه في السي دبل بوند او. يبقى دلوقتي يا شباب الاتش هنا خرجت از بروتون، خليها على جنب دلوقتي كده، اتش خرجت از بروتون. البوند اللي كانت بين الاو والاتش بقت ما بين الاو والكربون. يبقى الكربون المركزيه اللي في الوسط بتاعت الكربوكسيليك جروب دي يا شباب حواليها كام بوند دلوقتي؟ كده الكربون اللي في الوسط دي بتاعت الكربوكسيليك جروب بقى حواليها كام بوند؟ بقى حواليها خمسه. حواليها خمسه. يبقى الحل ايه دلوقتي؟ تمام حواليها خمسه، يبقى لازم الكربون اللي هي حواليها خمسه ديت هتفقد واحده من البوند اللي خمسه ديت عشان تبقى رباعيه وتديني كربون دايوكسيد وتبقى البوند الكربون في الحاله العاديه بتاعتها تترا فيلنت. يبقى البوند اللي بينها وبين الكربون اللي ماسكه في السايكلوهكسان ديت هتحصل هتيجي على السايكلوهكسان الكربون بتاعت السايكلوهكسان. يبقى معنى ذلك عندي سي دبل بوند او سي دبل بوند او، ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن الكربون دايوكسيد. سي دبل بوند او سي دبل بوند او، يبقى دي كده عباره عن الكربون دايوكسيد. ماشي يا شباب؟ دلوقتي السؤال لكم بقى، الكربون اللي بقى عليها شحنه سالبه ديت بقت عباره عن كربوناين. خلاص السؤال بتاعكم راح مش هسالكم السؤال. بقت عباره عن كربوناين، يعني كربون وعليها شحنه سالبه. الشحنه السالبه جت منين يا اخ مسلم؟ جت من البوند اللي كانت ما بين الكربون اللي خرجت اس كربون دايوكسيد والكربون اللي ماسكه فيها. لان الكربون ديت لما الهيدروجين خرج از بروتون بقى كده عندي او دبل بوند سي دبل بوند او، وعندي هنا رابطه مع الكربون بتاعت السايكلوهكسان رينج، فكده الكربون اللي في الوسط دي بقت خماسيه، فلازم البوند اللي هي ماسكاه مع الكربون بتاعت السايكلوهكسان تسيبها، تسيبها للكربون بتاعت السايكلوهكسان تبقى از كربوناين وهي تخرج از كربون دايوكسيد جاز نتيجه لعمليه التسخين اللي انا عملتها. بس انا بقول لك ايه الميكانيزم اللي حصل عشان اعمل تسخين يطلع لي كربون دايوكسيد عشان الناس تبقى فاهمه، ما اقولش ليك خرج ده كده وخلاص وخلاص وكده، لا تبقى عارف هو خرج ازاي. يبقى الكربون دي عليها شحنه سالبه اس كربوناين، وعندي هنا فوق سي دبل بوند او، والكربون دي متصله بايه علشان ما ننساش؟ اهو سي اتش 2 فينايل، ادي السي اتش 2 وادي الفينايل. الكربون اللي عليها الشحنه السالبه ديت يا شباب هتلاقي مين عندي؟ موجب. ناس ترد عليا الاتش اللي خرج از بروتون، الاتش اللي خرج از بروتون ده عايز اي شحنه سالبه باي طريقه هيروح لمين؟ هيروح للكربون اللي هي كربوناين بتاعت السايكلوهكسان جروب، وتاخد مين؟ وتاخد الهيدروجين از بروتون ويعمل معاها بوند تبقى عباره عن سي اتش بوند اللي هي عباره عن الايه؟ السي اتش بوند اللي موجود عندي. ادي واحده مع السي 2 اتش 5 حلقه البنزين، حلقه البنزين اللي هي البنزايل اللي موجوده عندي ديت اللي قلت عليها، وادي السي دبل بوند او والسي او 2 ايثايل بقى عندي هنا ايه؟ بقى عندي هنا هيدروجين ما بترسمش اللي هو الاخير اللي راح عمل بروتونيشن على الكربون اللي عليها الشحنه سالبه الاتش ديت اللي هي هنا ديت اللي ما بتترسمش في البوند لاين استراكشر. حد عنده اي استفسار في الجزئيه دي يا شباب؟ حد عنده اي استفسار؟ ده كليزن كوندنسيشن فعلت اثنين.